شوف هذا المسرح، هذا اللوكيشن حق المتسابقين اللي يشوف فيه المتسابقين معي. نشوف اللوكيشن الثالث. يلا شوف، وقف هنا. هذا اللوكيشن كذلك تابع الهاوس. إيه؟ استاذ فهد، تعرف التطبيق هذاك وشو؟ إيه؟ الاخير. إيه؟ انت معك لغه انجليزيه؟ لا. ها؟ لا. وش اللغات اللي عندك؟ يعني ما عندي لغه. لا لا، يعني ايش اللغات اللي تحفظها؟ فهمت علي؟ حفظها. يعني ما اتذكر، اقسم بالله. ها؟ اتذكر. كيف؟ ما اتذكر. اتذكر كلمه استاذ قالت لي حقت انجليزي. اتذكر. Good morning. إيه صح، برافو عليك. إيش قالت لك أستاذ إنجليزي؟ Good morning. مين أنا؟ Good morning. إيه. آه. Good morning. Good morning. طيب هذا اسمه بولت. قل معي بولت. 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 حلو. فينا؟ فينا. هذه جلسة ثانية برضو. إيه. شفت الجلسة هذه؟ إيه. هذه كذا أكثر من 15 إيه؟ رجال، 16 رجال يجلسون هنا. إيه. وش بعد تبي تعرف؟ أعرف أشياء كثيرة في كاريزما. ها؟ أعرف أشياء كثيرة في كاريزما. لا لا، وش اللي تبي تعرفه عن عن اللوكيشنات هذه؟ يعني أوكيشن كله. ها؟ أوكيشن كله. أوكيشن؟ إيه. لا مو بأوكيشن، لا. لا لا، لوكيشن. أوكيشن. لوكيشن. أوكيشن. لوكيشن. هذه جلسة كذا كاسرة، بس يعني كاسرة النمط الكلاسيكي، شف؟ إيه؟ تبي نروح للعيال الآن ولا شوي نختبر ثقافتك؟ الحين. نختبر ثقافتك أول شيء؟ لا. بعدين نروح للعيال؟ لا، الحين نروح للعيال. ها؟ الحين نروح للعيال. بس تعال شارك التاني، بس ما نعرف. شلون؟ ارفع صوتك. ما تبي تخرب جوكم يعني. ما تبي تخرب جونا؟ ايه. انت اللي تصنع جونا، نعلم شكلك. استغفر الله. اسمع. اسمع بسألك. انا عندي لك ثلاث أسئلة. ايه. تمام؟ تمام. تمام؟ تمام. انا عندي لك ثلاث أسئلة. إيه؟ إذا جاوبت على الثلاث، إيه؟ إذا جاوبت على سؤالين من ضمن الثلاث أسئلة، إيه؟ تدخل معنا اليوم الريالتي. يعني تدخل معنا اليوم. آه. إذا ما جاوبت على الثلاث أسئلة، إيه؟ نقول لك نشوفك على خير إن شاء الله، وتتابعنا من غرفة الكنترول. ما نقدر ندخلك معنا. يعني شو؟ ها؟ يعني شو؟ يعني وشو؟ كلامي صعب مرة؟ ما فهمت عليك. طيب اذا ما جاوبت على الثلاث اسئله، ايه اوكي. ليش جلسه التوتر هذه؟ شوف، اذا ما جاوبت على الثلاث اسئله، إيه؟ معي. إيه؟ تمام. تعال هنا، خلينا نوقف هنا. اذا ما جاوبت على الثلاث اسئله، إيه؟ شفت، ايه اجاوب عليها وش الاسد. لا، اذا ما جاوبت على الثلاث اسئله تروح داخل في القناه، إيه؟ عند المخرج اللي قبل شوي، عبد الرحمن والشباب. إيه؟ شفت، إيه؟ تجلس معهم هناك. ما تدخل معنا هواء. إيه؟ بس إذا جاوبت على سؤالين بس تدخل معنا هواء. اتفقنا؟ اتفقنا. سل. تمام؟ تمام. يلا السؤال الأول. إيه؟ تبيني أسألك عن إيش بالضبط؟ على وش هو الأسد؟ ها؟ على إيش؟ لا لا، بدون غش، أنت معك مايك، يعني الناس سامعين صوتك. ها؟ يعني وش هو الأسد؟ يعني كذا. لا لا لا، ما راح أسألك عن عالم الحيوانات، لا، راح أسألك عن البرنامج. هذا ايه سهل. سهل؟ سهل. موني موني. ها؟ موني وشو؟ وشو موني؟ انا كنت موني. انت تقول تستني تقول وشو ما ادري. اه يلا يلا يلا، اسالك عن البرنامج. تبي كاريزما اثنين ولا كاريزما واحد؟ كاريزما واحد عشان منبر فيها. ها؟ عشان منبر فيها. عشان كيش؟ منبهر فيها. منبهر فيها؟ ايه. وكاريزما اثنين كويس بعد. ايه. طبعا كلها ابو عبد الله ناصر. عشان عشان يعرف كاريزما واحد كذا، ما يصعب الاسئله. من اللي كان ماسك برنامج كاريزما واحد؟ انت. لا، انا كنت متسابق. تعرف ناصر الغامدي ولا ما تعرفه؟ هو اللي يمسك كاريزما. صح، ناصر الغامدي صح؟ مسه. ايه؟ بالخير. قاعد يشوفك الحين، قل له مساك الله بالخير. مساك بالخير. يا ابو عبد الله. ابو عبد الله. ها. طيب. السؤال الأول. صح صح، السؤال الأول أنا ربحت فيه. لا لسه. الآن ببدأ. السؤال الأول، اذكر لي واحد من متسابقين كاريزما واحد غير عادل بن هيف. واحد بس. ناصر الغامدي. لا لا. ناصر الغامدي المشرف. نبي واحد بس.
يلا اذا جاوبت على سؤالين من ثلاثه بتدخل معنا هواء، اذا ما جاوبت بقول شكرا لك وروح غرفه الاداره. لك لا تتوترني. ماني موترك، يلا خذ راحتك. نجلس احسن؟ ايش رايك نجلس عشان ما تتوتر؟ يلا خلنا نجلس. اجلسك يعني انا سمحت اتوتر. لا خلنا نجلس هنا، خلنا نجلس هنا. شفت؟ يلا اجلس هنا. يلا. السؤال الأول. ومعنا تقريبا دقيقة عشان تجاوب. عطني اسم متسابق من كاريزما واحد اللي كان ماسكه ناصر الرامدي غير عادل. يلا. بدت الحسابة. لا. بدأ تفكر، الآن جمهورنا الكريم عندنا ثلاث أسئلة طرحينها لفهد، هذا السؤال الأول. لا أسئلة. لا. ترك اوفر تو ماتش. متنا عادي ترى سؤال عادي، اذا ما جاوب على سؤالين بيشرفنا في غرفه الاداره يتابع الاسد. لا الاسد فهد. الاسد فهد بيتابع غرفه الاداره، اما اذا جاوب عليها كلها بيعيش مع الرياضي. يلا شكرا. يلا ما راح اغششك. متسابق واحد غير عادل ابن هيف. المتسابقين اخويا اللي كانوا معي في البرنامج. بغيت اقول اسم هيف. ها؟ بغيت اقول اسم هيف. بغيت تقول اسم هيف؟ ايه هيف، بغيت اقول هيف. لا غلط. خلني. يلا. عاد ما تسالني اسئله، عاد ما تسالني اسئله. اكسولاته عادي. تفكة عادي، اكسولاته تفكة عادي. تفكة. تفكه. ابشر بسعدك اولا، تبشر بسعدك. خش امشي معنا. ما تبي اسئله؟ ها؟ احسن شيء ما تسال ولا بطلال. احسن شيء انك ما تسال اسئله ولا جواب عشان ما تصير صعب عليك. يلا الحين بندخل نسولف مع العيال معي. معك ناكل يطلع عند مريك. شلون؟ يطلع عند مريك معك. طبعا هلا حبيب قلبي. هذا اسمه فهودي. فهد. لا فهد صح مو فهودي. والله ما شاء الله اجمل من ابيك تبارك الرحمن. كيف حالك يا عسل؟ طيب منور. Do you speak English? How are you? انت معنا ولا معاهم؟ رائع. في احد مره شفت احد لبس ليمونه؟ لا. برتقاله؟ لا ولا احد. انت صور الحين الموضوع.